السلام عليكم، معكم رجعتكم في حلقة جديدة من حلقة ماينكرافت. اليوم يا عيال راح نلعب يو او تي، بس في شيء جديد اضفنا بو. البو مرة قوي، فراح اوريكم كيف الكرافتنج واوريكم ايضا الدمج على القرويين. انا ما ادري ليش نجيب امثلة على القرويين. كل اللي نحتاجه 24 سترينج وايضا ستيك، ونسوي تقريبا 8 بو ونحطهم بهذا الشكل. راح يطلع لنا بو بالشكل اللي ما ادري شلون، شكل دائري. لو جينا عند القروي ودبينا كيو، بس حرف الكيو يا عيال، يا مدير ايش حرف الكيو يا اخي؟ انا ليش قد اخرب الاعدادات؟ دبيته على مره اوبي يا عيال، والله مره قوي. غير انه يدمج ايضا يكسر اللي هو البلوكات ويكسر اشياء كثيره. لو ذبيناه بالشكل هذا يا عيال ترى ما نحتاج ايروز، بس ذبه وخلاص، يعني هو اللي بيتكفل، هو اللي بيذبح. احنا جربنا على القرويين يا عيال، لو جربناها على اللاعب وش راح يصير؟ هنا الاجابه احنا نبيها. فخلونا الحين ندخل جيم يو اد سين ونوريكم قديش قوته. وايضا قبل الحلقه يا عيال لا تنسون ضغطكم زر اللايك، وباذن الله يا عيال بكره الساعه 1:30 راح ينزل مقطع ثاني. انا ادري يا عيال اني اطلب لايكات ولا قاعد انزل لكم حلقات، فباذن الله يا عيال الحين راح اتوب وراح ارجع لليوتيوب، راح انزل لكم حلقات كثيره. فانتم بس اللي عليكم يا عيال تمسكون المقطع وتنشرونه في كل مكان، وخلونا نبدا برضو الحلقه لاني احس اني طولت. طيب بسم الله بدينا الجيم. اوه عندنا هنا قريه يا اخوان، والله مفترض اني استغلها. طبعا يا عيال اعطينا كل الناس عندهم حبه وول، طبعا يعني الحين ايزي انهم يجيبون البو، يعني ما يحتاجون يدورون. ولكن يا عيال خلونا نجيب خشب وبنشوف، يا رب انه السيناريو شغال. ببدا اجربه لانه عندي الول، لو احطه هنا راح يطلع لي 24، اقدر اجيبه ايزي. هلا يا اخوي اللي هنا. في واحد هنا تحتي يا مدير، معلش بنستخدم كرافتنج. انا والله كيف الحال؟ كيف الحال اخوي؟ كيف الحال؟ اصبر بالله، خلونا نجيب بو. نبي كم؟ نحتاج 9 صح؟ 9 لا 8 ثمانية، انا نسيت مفترض 8. اعطاني بكاكس، يعطيني بكاكس خشب يا عيان. بسم الله، ياب هذا هو البو، حي الله البو. دقيقة بستخدمه على المنطقة هذه، اوكي؟ نذبه هنا، كيف نذبه؟ ايوه حبيبي، شوف لو ذبه على ذي المنطقة، شوف كيف؟ ذبه على الخنزير، على طول راح يموت. يا عيال انا ما ادري قديش قوته ضد اللاعبين، يا ساتر هذا شال المنطقة ذي كاملة. يا ساتر، والله. لا تستخدمه علي، ها؟ لا تستخدمه علي. اتوقع انه ما راح يضر لانه تونا ما بدل بفي. هلا والله جعفر، يرحم امك، وقف شوي يا اخي قد اللعب. اوه، النحلة ذي عصبت علي. اقدر طق، اي والله كسرتها، مع السلامة. في ابل، دقيقة باخذ الابل لو سمحتي، ممكن؟ دقيقة الحركات، اديني اديني اديني. اوه حبتين ابل، والله شكرا. ايش ذي جعفر؟ يا لازم نطلعه. يا عيال انا ما ادري والله ايش قاعد اسوي، قاعد اطلع القطو. يا عيال هذه القريه والله شكلها غريب، يعني شوفوا كيف، يعني هنا الول ما في هنا مباني ولا شيء. اقول خلونا ننزل الحين على تحت. نسيت اعطيهم بوك يا عيال، والله نسيت اعطيهم بوك. اسوء شخص ممكن يسوي فعاليات اللي هو انا، كل شيء انسى احط في بالي اني بعطيهم ولا اعطيهم. والله يا عيال انا خوفي البو يكون قوي، والله خوفي يكون قوي. انا ادري ان البو هذا اكثر من واحد من الشباب سووا عنه مقطع، ولكن اغلبهم يا عيال سووه على اللي هو التنين. الحين احنا بنجرب على اليو سي. اي وينك يا كهف؟ قاعد اسمع صوت مويه. اوه ريفين، يوه الحمد لله اني ما نزلت صاروخ. دايموند دايموند، اول ما انزل والله ذي يا عيال زمان عنها، اني اول ما انزل القى دايموند. وين ذي؟ والله اتذكرها كنت اسويها في البثوث فقط، المقاطع مستحيل يجيني حظ زي كذا. بسم الله ننط من هنا عشان نجي على المويه. طيب الحين المفترض نسوي لنا باكت مويه، وش بعد؟ نبي يا عيال نجيب دروع قويه باذن الله، انه الدروع هذه القويه اللي راح اجيبها راح يعني تكون قليلا تحمينا من اللي هو البو، لاني انا زي ما قلت لكم ما ادري قديش قوه البو، هل هو قوي ولا لا، بس نقول ان شاء الله انه ضعيف، ما هو ذاك الزود. لانكم زي ما انتم عارفين انه اغلب الاشياء اللي احنا نضيفها، مثلا السيف اللي سويته بالمقطع اللي قبل اضفنا فيه اللي هو اذا سبحت يطلع لك اغراض كويسه، بس الحين لا ما في اغراض كويسه يا حبيبي. فيه وشو؟ انك يا حبيبي تجيب لك دروع ايرون. ان شاء الله انه ما يكون في اشكاليه باذن الله، انه يكون البو ضعيف. ما ودي انه يا شباب، ما ودي والله انه يذب علي البو واموت من اول ضربه، هذه بتكون قويه. بسم الله ادينا الدايموند، اما ثلاث حبات هذه عن اله التطوير، والله حتى ما تجيب لك اله التطوير. يا الحين ايش نسوي الحين؟ والله ما ادري ايش اسوي. طيب اوه نسيت الابل يا عيال، انا ما جبت ابل، افترض اني اجيب كميه ابل كبيره ايش قاعد تقول؟ افترض اجيب كميه كثيره من الابل، ما جبت الا حبتين. اي والله مو مني يا عيال، لانه انا سويت فعاليات تقريبا فعاليتين في نفس الوقت كلها بالديسكورد. يعني اللي ما خش الديسكورد يقدر يخش في الديسكورد، الرابط موجود في الديسكربشن. فانا دائما اسوي فعاليات على طول ورا بعض وانسى يعني بعض الاشياء، فعشان كذا يعني لا تلومونا يا عيال، ارجوكم لا تلومونا. طيب يا عيال هنا ليش فيه؟ اوكي اتوقع انه الشنكات خربانه، لو الف والله هنا لا اوكي
من الجنكات. الريفين هذا جدا سيء، الحمد لله لقينا ايرون بس انه ما يطلعنا على مكان ثاني، يعني مره صغير، فعشان كذا خلونا نسوي تشعبي. يا عيال اقسم بالله اللي معي والله العظيم مطاحين. شوف واحد قال لي عطنا فود، اعطيتهم فود، واحد قال لي عطنا جولدن امبل، يعني يحسبوني سوبر ماركت انا ولا وشو. يا رب دايموند، ارجوك دايموند حبيبي، دايموند هنا، في دايموند هناك، ارجوك في تكمله. الحمد لله انه لقينا هالكميه، يعني لا مفترض انه ما نصير طماعين يا عيال، المفترض. طيب ذب البيكاكس، ذب. اوه يا شباب وين رحت انا؟ طيب ادينا يا حبيبي بيكاكس دايموند ونجيب لنا اله تطوير. لو اذب البو هنا بيكسر لي الجدار هذا، افترض انه ما يكسر الا مناطق تقريبا يعني قليله مو بكبيره. خلونا نذب هنا. لا 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 المكان هذا ضيق، مفترض اني ما اذب فيه البو صح؟ يبي مفترض اني ما اذب. اوه يكسر لي بس انه مو بتكسيره كبيره. خلاص بخلي البو عندي يا عيال. نبي جولد يا شباب، نبي جولد حبيبي اديني جولد. انا لازم اتكلم يا عيال عشان يجيني. اوه لقينا كوارتز الحمد لله. انا ساكته ومتحمله، ساكته ومتحمله. والله يا عيال بتكون في ضحك ان نستخدم البو كل واحد يستخدمه على الثاني، والله بتكون في اشكاليه. اتوقع بتكون في مشكله. والله ما ادري ليش، يعني انا استغفر الله، يعني انا مفترض اني ما اقول هالكلام، بس يعني ليش السيفر يتحمل هالاشياء؟ يعني ما شاء الله والله السيفر قسم بالله ما يقصر، والله قاعد يتحمل على الاشياء اللي احنا قاعدين نسويها. يعني بالعاده ترى هذه الاشياء يا عيال تسبب مشكله في السيفر، انه اشياء يا عيال ما تعتبر يو ات سي بس اني انا مخليها يو ات سي، ما ادري شلون كذا انا مزاجي حطيتها يو ات سي. يا عادل السيفر يا عم لا تحط، لا حط فجر كل شيء فيه تخريب حطه في السيفر. يلا نقول هنا دايموند جولد، لا نبي دايموند، رجاء نبي دايموند، يرحم امكم. اصل الحين الحمد لله احنا ضمننا اله التطوير، والله في بعض الناس ما ضمنوا، فنفترض نحمد الله يا عيال على النعمه، بس يعني الطمع شين يا عيال، والله الطمع شين. بعد هنا قاعد اسمع صوت مويه، يعني كهف ثاني حبيبي. والله يا حبيبي اشكركم يا عيال، حظي اليوم ما ادري ليش صاير حلو، شيء غريب. اوه والله غريب مره، ليش القى منشافت؟ ايش ما شاء الله ما شاء الله يا عيال، كل ما تقول ما شاء الله كل ما يطلع لك اشياء حلوه. ما ادري انا قاعد امشي الحين لي ما ادري كم ولا قاعد القى جولد، يعني ايش هذا شو اسمه المنشافت الناشف، والله ناشف يا عيال، ما في حتى ايرون. لا والله هنا في ايرون بس يعني ما في جولد ولا في لابز ولا في ريدستون. هناك في صندوق، يا رب نوتشابل، تخيل يطلع لي نوتشابل، والله يطلع. هنا في جولد الحمد لله يا عيال، قايل لكم انا لازم اتكلم عشان يطلعوا لي. برضه هنا في جولد، هناك في جولد حبيبي، والله جولد كثير. تعال الجولد تعال، والله يعني انا عيال في شيء دائما يحصل لي، اذا جبت ابل كثير ما يطلع لي جولد، واذا جبت جولد ابل كثير ما يصير يطلع لي جولد. هنا في اشكاليه يا عيال، يعني ما ادري ليش ما يصير يعني مع بعض. واللي هنا من شفت نازل على واي 19، وهنا في كهف. يا رب دايموند. الله ما في شيء يا عيال، ناشف كل شيء ما فيه. طيب حاليا جمعنا كل الاشياء، نحتاج تقريبا زياده دايموند، عشان كذا انا قاعد اسوي تشعبي. ان طلعنا دايموند كويس، ان ما طلعنا راح اعطي تقريبا دقيقتين، اذا ما طلعنا شيء راح ابدا اطور. يا عيال واضح انه ما راح يطلع لي شيء، عشان كذا يا حبيبي نزل لك آلة التطوير وزبط وضعك. نزل آلة التطوير ونبي دروع ايرون يا عيال. والله الدروع الايرون يا اخي والله يزينها، ما تكلف عليك ولا شيء. بروتكشن، خل يطلع لي فاير، عد فاير على واحد واللي شربتوه. طيب طورنا دروعنا كلها، واتوقع انه حاليا ناقصنا نطلع فوق بسرعه عشان نجيب ابل، انه شوفوا الوقت باقي قليل وما عندي ابل كثير، تقريبا ما عندي الا حبتين. خلنا نسوي هذه او جودن ابل، خلنا نسوي حبتين، معنا 27 زائد. عيال في شيء غبي، شوفوا البو جاي مكانه غلط، يعني ما ادري انا وين منطقته، تشوفون يعني لا هو رقم 7 ولا هو رقم 6، ما ادري شلون. والله ان شاء الله انه ما يخرب على الانفنتوري. بسم الله طلعنا، نبي نجيب ابل على السريع بسرعه يا عادل، قبل الناس يطلعون يا عيال لازم نجيب ابل بسرعه. طيب جبنا كميه ابل مره كثيره، نبي الحين نسوي حاجتين، نبي نسوي جولدن ابل ونسوي درع وخلاص كذا امورنا يا عيال فانتاستيك. كم عندنا؟ 5 جابز، والله طيبه، 5 جابز والله طيبه. طيب بدل في بحط هنا اللي هو الدنع، وقاعد ادور واحد، اخاف انه واحد يطب علي يا عيال بالغلط يمحطني. يلا يا عيال نبي واحد نجرب عليه البو. طب حاليا انا في اوه هناك في واحد، توني بقول اني انا في النص، طلعنا هنا واحد. تعال يا مدير، يا مدير وينه؟ ليكون طب في الكهف، تكفى لا تقول انه طب في الكهف. ايه ذا وين راح اختفى؟ عيال وين راح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ذا كان جني ذا ولا ابو فانوس هذا يا. في واحد هنا لازم اكل جابس يعني، لانه هيلي مره ناقص. في احد عندي؟ لا. بسم الله ابلع. تعال لا كليك يمين، لا 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 تعال. اي وين حقي؟ الو مدير وين حقي؟ قولي شقري.
يطب على بعض ذولي. تعالوا بطب عليه، يعني لازم نذبحه وناخذ البو حقه. انا حقي ما ادري شلون راح. يا ساتر يا ساتر، بيموت موت يموت موت. عطني كلس عطني كلس. تعال ايوه تعال تعال. وين البو؟ الو تحسوني شلون جاب الدروع ذي؟ وينه؟ وين الدروع ذا القويه؟ هنا صح؟ هنا كان هو ولا وين كان؟ اي دير ايه هذا هو. بشوف ان شاء الله انه يدمجه، ان شاء الله انه يدمجه مع البو بعد. يا الله هذا شلون جاب دروع؟ نيو تعال شوفني ورا. نيو جبته. نيو تعالي تعال تعال معي تعال معي تعال يا طويل العمر دبه تعالي. كم دمجه؟ كم دمجه؟ اوه والله دمجه قوي. عادل انحش انحش عادل. تعال تعال البو بسرعه بسرعه بسرعه. تعال 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 والله دمجت يا عيال بالبو. والله كفو 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 سرجات. لا لا تعال تعال البو. وراي وراي ابلع. ايوه كم 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 دمجه؟ ون ايوه ايوه اوه اوه. في واحد وراي في واحد وراي صح؟ انحش افتراره افتراره الانقاء. عيال شو يمكن كذا كلب دروعهم كويسه الا انا ملحط والله. لا يضربني ذا. حسوني تعال والله حسوني بتدمج بموت. تعال تعال حسوني تعال 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 ابلع ابلع ايوه ابلع. اوه ابلع. اوه لا 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 لا. وين وين بو وين بو؟ صر لا. تعال 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 وش؟ في واحد قاعد يرمي بس ما ادري من هو. يا ساتر. دقيقة. لا قطع شيء. اوه جاني جاني البو. ايوه لا 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 بموت. لا يا عيال. السباحة السباحة والمهارة وكل شيء. سبح سبح يا عادل. بخر اخر بخر اجتمعي اجتمعي بخرني بموت 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 اخر. لا شبي شبي بخر عني. لا احد يقرب مني لا احد يقرب مني لا احد يقرب مني. البو تعال هاي باوي والراعي باوي باوي الراعي. امتلت الفنتوري عشان كذا. لا 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 هذا بيحبسني بيحبسني. ايوه خذ لافا خذ لافا. القم القم بموت. قابز 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 قابز. ابلع ما اموت باذن الله ما اموت اموت. ايوه ابلع ابلع ابلع. قابز كل كل قابز. ايوه ايوه ابلع. يموت 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 يموت. استرجع عادل فن ولا فنونه. الله يا عادل لا بموت. ما عندي شيء. شربتوه قاعد قاعد خلنا ناكل. في واحد فوقنا. هلا والله كيف العب. بيموت بيموت. ابلع جي جي. اللي بعده اللي بعده اللي بعده. ناخذ اغراض. يا هذا ما يروح ما يروح ما يروح ما يروح ما يروح ما يروح باذن الله ما يروح يا لا لا خلاص. روح 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 على شكلك. روح 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 روح. لا 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 لا. انحشت 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 انحشت. خلنا ناكل قلب. اوه كاهين غير غير. لو اسوي اكس ترى ممكن اجرده. تعال ايوه. الله علي الله علي الله علي الله علي. تعال قابز كل قابز. بطب عليه طبوع على طول. ايوه ايوه ابلع ابلع ابلع. لا قابز قابز قابز. ايوه بيموت. ايوه ضربه ضربه. جدي بست بست. اوه جدي ما ادري شلون فزت والله.
الحمد لله عيال، انا في 1.16 اقدر اقول اني صرت فنان. ضرب وصد هذه يا شباب ما حد يقدر يتفنانها، ما ادري ايش قاعد اقول. عموما يعطيكم الف عافيه على المشاهده، لا تقصرون بزغطكم ما شاء الله عليكم.